نحن نعلم بأن الشمس هي نعمة كبيرة ولا نستطيع الاستغناء عنها، ولكن ماذا يحدث لنا إذا لم نرى الشمس أبدا؟ أولاً، صحة قلبك ستكون في خطر. بدون أشعة الشمس لن تكون أجسامنا قادرة على إنتاج فيتامين دي. هذا الفيتامين يلعب دوراً هاماً في حمايتنا من أمراض القلب وتنظيم ضغط الدم، فبدون أشعة الشمس نكون أكثر عرضة لمشاكل القلب والأوعية الدموية. نقصان مشاعر السعادة. من دون أشعة الشمس سيكون هرمون السيروتونين، هرمون السعادة، أقل إفرازاً في جسمك. وعلى الرغم من أن هناك طرق أخرى لجعلك أكثر سعادة، إلا أن أشعة الشمس العادية هي أسهل طريقة وأكثرها طبيعية للوصول إلى السعادة، خاصة إذا كان ذلك جنباً إلى جنب مع ممارسة الرياضة. خمول الأعصاب. يعتقد بأنه إذا كان الأطفال لا يحصلون على ما يكفي من أشعة الشمس، فإنهم سيكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتصلب المتعدد عندما يصبحوا بالغين. انخفاض فرصة الإنجاب. بدون أشعة الشمس سيكون هناك المزيد من الميلاتونين في جسم المرأة، وهذا هو الهرمون الذي يخفض الخصوبة، مما يقلل من فرصها في الإنجاب. انخفاض المناعة. التعرض بشكل قليل لأشعة الشمس يعني أن جسمك سينتج خلايا دم بيضاء أقل، وهذا ما يجعل محاربة العدوى أمر صعب. نخر الأسنان. حتى أسناننا سوف تعاني من دون أشعة الشمس، وقد اكتشف أن الناس الذين يحصلون على أشعة شمس أقل تطورت مشاكل أسنانهم بشكل أكبر، ومن أبرزها نخر وتجويف في الأسنان.